شنو انت قابل؟ انت معصوم تدعو وتمطر الدنيا اليك. قاتمت الجرين دايزر عندي بعد ملفات يا ابو ملفات. ايش عندك بعد؟ انت كلك طراقيع. اذكرك عدنان بالمناسبه، خلينا نذكرك عدنان. نجم نجم تتذكر عدنان؟ او شوف وين رحت انا. ان شاء الله اخوان انتم اثنينكم. لا تحياتي الى الاخ عدنان. تتذكر المقاولين الاثنين؟ اي تتذكر مقاولين اثنين اللي طلعتهم ثلاث قنوات وقناة العراقية سوته من المشاريع الناهضة بالدولة العراقية ضد النائب كاظم الصيادي. تدري ذول المقاولين هسه وين؟ وين؟ هذا واحد ما اشوفه. اذا الشباب ياخذون اللزوم اقرا لي يا بالله اسوي بين على الشاشة. وهذا الثاني وين ذول الان؟ مشروع استثماري تتذكر اللي تكلمنا عليه ومصائب سود طلعنا ياما وياما بالاخير بالضد السياسي، بعض الكتل السياسيه توقف ويا فلان، المصائب قريبا جدا هم راح تظهر على احد القنوات. هذا اللي اسمه احمد جابر محمد تتذكروه بالتلفزيون طلع على دجله وطلع يمكن على الفرات وطلع على اسيا وقناه العراقيه سوت هذا المشروع من المشاريع الناهضه اللي راح تحقق اي اللي مملي ملفات تزوير ومملي ملفات تلاعب يا مشروع كان استاذ كاظم احد المضخات خلافه للقوانين. تدري صدر عليه؟ صدر عليه 459 و456 يعني نصب واحتيال وصك بدون رصيد، مطلوب 300 مليون ومطلوب على ما اعتقد بالثاني بالاحتيال او كذا 20 يعني 200 الف دولار. اسالك بالله اذا ما عنده رصيد بمصرف وما عنده فلوس، وبالمناسبة هسه هو حاليا في مركز شرطة العلوية وعليه أمر قبض ثاني بكربلاء. تدري هذا طلع القنوات لأن طبقنا القانون، بس جريمتنا طبقنا القانون بس زين، وما رضخنا للابتزازات والرشاوى اللي قدمت إنه. ولذلك أنا أقول يا أخوان لا تحاربون الشخص اللي يطلع. أقول لك اليوم مصطفى سند أحد المواقع إيش نشرت عبن حارب الفساد حتى يوقفوه حتى لا يطب بعد بالملفات. اليوم قالوا يابا هو وهذا نور شريك بالأموال واختلفوا وألقى القبض عليه. أسألك بالله هكذا تدار الأمور؟ هاي جيوش إلكترونية الإنسان اللي يريد هسه أنا في هذا الموضع. هاي جيوش إلكترونية تابعة إلى قيادات وإلى زعامات. بس انتظر يجيبون اثنين شهود ثلاثة ويقيمون دعاوى ويريد يسوون كذا. هي اليوم المفروض نوقف ويا هذا الشخص، نوقف ويا كاظم الصيادي، نوقف ويا الشخص اللي يريد يطبق قانون. اليوم المفروض كل الكتل السياسية، كل الرئاسات سواء التنفيذية والتشريعية اليوم المفروض توقف ويا هذا. انتم دعايتكم مو القضاء على الفساد، انتم تريد تقضون على اللي يريد يقضى على الفساد مع احترامات البعض. تريد تكسروه وتدمروه حتى يصير عبرة يا أستاذ لكل شخص يريد يدافع عن قضية مهمة جدا هو القضاء على الفساد والفاسدين. أقول لك هذا اللي حكيت عليه مطلوب 300 مليون دولار لو 300 مليون دينار. 300 مليون دينار و200 ألف. وصاحب الثاني اللي طلع وياه تتذكر اللي طلع قال نشكر القضاء في كذا. تدري اليوم شارد من القضاء بخمس أوامر قبض مطلوب 4 مليون دولار. تدري مزور أختام وفورمة شركائه؟ تدري مصائب سود مسوينها؟ زين شركاء حزب سياسي؟ ثلاثة أربعة ناس شركاء حزب سياسي؟ طبعا أكيد. أنت لا تصدق فاسد اليوم يطلع يعني معقولة يطلع له بثلاث قنوات بدون ترتيب؟ معقولة قناة العراقية تطلع مشروعها على ما أعتقد العراقية خاف يخون التعبير وإذا كان مو العراقية هو شنو كان مشروعها؟ شنو كان مشروعها؟ طلع العراقية من ضمن المشاريع الناهضة في الدولة العراقية. شنو كان مشروعها؟ معقول يحولوا له مشروع هو متقاعد مشروع ب 12 مليار دينار عراقي؟ معقولة شخص ماكو مياه تعتذر وزارة الموارد المائية ويقول أجيب على حساب الخاص؟ شنو أنت قابل؟ أنت معصوم تدعو وتمطر الدنيا إليك يعني ما مقبول. زين إذا هو ما مقبول هذا هو الموضوع ما مقبول. إذا طاقاتمت الجرين دايزر ومئتين مليون ما عده إيش لون يعني معقولة خداع كل هاي الناس؟